هو البريكس باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصاديه وشروط كذا، اظن انها تتوفر بنسبه كبيره جدا بالنسبه للجزائر. يهمنا البريكس يا رئيس؟ يهم البريكس لان يعني قوه اقتصاديه وقوه سياسيه. يهمنا البريكس اولا باش نبعث عاد على الجاذبيه نتاع القطبين اولا، وثانيا احنا كدوله رائده في عدم الانحياز، هذا هو الاتجاه نتاعنا ان شاء الله.